دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. يا هلا. بدي أسألك عشان الامتحان متى راح يكون؟ تمام. أغلب الطلاب صوتوا يوم السبت، بس في دكتور بعض بتعارض مع الطلاب عندهم امتحانات ثانية. ثلاث امتحانات في نفس اليوم. تمام، أنا متفاهم هاي الشغلة. عم بحاول أشوف اليوم، بعتوا لي الجامعة ما شوي، بعتوا لي الفترة اللي ممكن نسوي فيها الامتحان، بلا بلا بلا. طيب، الفترة التي يتم خلالها إجراء امتحان منتصف الفصل الصيفي من 8/8 إلى 19/8، فممكن طيب دكتور يكون نخليه بعد 14، يعني ما بين 14 و 19، لأنه هيك بيناسبنا. طيب، تمام. دكتور بس تمام. نهاية الفصل خلاص، يعني معناته احنا معلش. دكتور عفوا بحكي انه من بعد 14/8 رح يكون عندنا تسليم سيمينارات وبروجكتات، يعني نهاية الفصل فكثير بعيد صراحة الموعد. رح يكون برضو احنا عندنا أول امتحان فاينل 26/8. تمام. خلاص، طيب، أنا شفت كأنه تاني تصويت غير السبت كان يوم الأربعاء. يوم الأربعاء يعني هو أنا بالنهاية يعني لازم نحط يوم، ولازم نختار يوم. ما بعرف إذا ما بناسبكم بعد 14/8، معناته يوم الأربعاء الجاي. شو رأيكم؟ دكتور بعد 14؟ برأيي لا، دكتور حد الأربعاء الجاي، يعني بعد 9 أيام من هلا، من اليوم. ما بعرف، بس أتوقع يعني في نسبة كثيرة موافقين على يوم الأربعاء. إذا بدك نعمل تصويت مرة ثانية من هون لبكرة، ما عندي مشكلة، سوي تصويت مرة ثانية، يا يوم الأربعاء أو بعد 14/8، في أي يوم. بس أهم شيء إنه ما يكون في عندكم امتحانات، وزي ما بعض الطلاب بعثوا لي في عندهم 3 امتحانات في نفس اليوم. طيب دكتور اسمح لي، تفضل. خلينا نعمله يوم 14 أو يوم 16، ما حدا راح يكون عنده اعتراض، لا راح يكون قريب من أسايمنت ولا قريب من امتحانات، يعني اليومين هذول لا تبقى منيحات. طيب، تمام. طب خلاص، انتوا شوفوا. خلاص، يعني ممكن نمد التصويت لليوم، شوفوا انتوا، وبعدين بكره شوفوا. معناته معانا من 8/8 الى 19/8، اختار اليوم اللي بدكم اياه اللي بيناسبكم. دكتور عندك علم باي ساعه راح يكون؟ بنفس موعد المحاضره، الساعه 6:30. دكتور بس انه نبه عليهم يشيلوا يوم 14، لانه مش بس نفس اليوم، بنفس الساعه حتى 3 امتحانات. هيك طيب، فاهم عليك. طب هيك صعب عليك، عندك كيمياء، انجليزي، مهارات حياة، انجليزي كأنه فارما. كيمياء ومهارات انجليزي فارما كلهم الساعة 6 ببلشوا. طيب، انا ما عندي مشكله الامتحان حتى يكون الساعه 10 بالليل، ما عندي مشكله، بس اهم شيء انه الكم. دكتور اعمل له يوم جمعه بصير يوم. طيب، لو بصير انا ما عندي مشكله، بصير يوم جمعه. طيب خلاص، احنا هلا تشوفوا اللي بدكم اياه اللي بناسبكم، بس لبكره، من هون لبكره. اذا ما قررتوا، انا راح
معلش يعني راح أكون إذا ما قررتوا راح أختار يوم، راح أختار يوم وراح أراعي في التصويت تبعكم. تمام دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيكم جميعا. تمام، تذكروا بالآخر المحاضرة الماضية حكيت بدي أحكي عن الكلونيدين، دواء كلونيدين. بعدين فكرت فيها، هل الدواء الكلونيدين أجلوه كلياته لأنه هو هذا الدواء أنتي هايبرتنسيف دراجز، فأنا حاسس أنه مش وقته هلأ أحكي عنه فأجلوه. فيعني بما أنه يعني راح يتأجل ذكره لبعد امتحان الميد، فمعناته لما تدرسه هلأ بالنسبة لامتحان الميد ما في داعي تدرسوا الكلونيدين، إذا بدكم تقرأوا قراءة بس من غير ما تتعمقوا فيه. في أي سؤال عن المحاضرات الماضية؟ تمام، إذا ما في أي سؤال راح أبدأ إن شاء الله محاضرة اليوم. المحاضرة إن شاء الله حتكون الأخيرة في drugs that affecting the autonomic nervous system. لما بدأنا نحكي عن الأدوية التي تؤثر على الـ autonomic nervous system، حكينا عن الأدوية يلي بتحفز الـ parasympathetic system، هم الكولينيرجيك دراجز، الأدوية التي تمنع الـ parasympathetic system، الـ parasympatholytic drugs، الأتروبين وخواتها، الأدوية التي تحفز من الـ sympathetic system، هم الـ sympathomimic drugs، إبنفرين، نور إبنفرين، الأوكسيميتازولين، إفيدرين، هذا المكون موجود في الأدوية الرشح. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن الأدوية التي تمنع السيمباثيتك سيستم. الأدوية التي تمنع السيمباثيتك سيستم نحكي عنها سيمباثوليتك دراجز. سيمباثوليتك دراجز، ليتك يعني ريموف، سيمباثو نسبة إلى السيمباثيتك سيستم. فالأدوية هذه الأدوية التي تمنع تقلل من السيمباثيتك سيستم، فبالتالي راح تطلع على المريض أعراض البارا سيمباثيتك، لأنه بهاي الحالة لما إحنا نمنع السيمباثيتك سيستم راح تكون معظم الأورغانز اللي موجودة داخل أجسامنا بتكون أندر كنترول بهاي الحالة، فريلي بشكل حر أندر كنترول أوف ذا بارا سيمباثيتك سيستم. هلأ المحاضرة اليوم كتير 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 مهمكم سواء في الامتحان أو في حياتكم العملية. وليش راح يكون الامتحان في أسئلة، يعني من راح تكون محاضرة اليوم من أهم المحاضرات اللي راح تيجي فيها أسئلة في الامتحان لأهميتها في حياتكم العملية، وراح تشوفوا إنه كتير من الأدوية راح تتكرر فيما بعد، هاي الأدوية راح نحكي عنها بمحاضرة اليوم. فراح الأدوية اللي نحكيها اليوم راح تتكرر معنا فيما بعد، راح تتكرر معنا لما نحكي عن الأدوية اللي بتعالج الضغط، راح تتكرر معنا لما نحكي عن الأدوية اللي بتعالج الذبحة الصدرية، راح تتكرر معنا لما نحكي عن الأدوية اللي بتعالج عدم انتظام دقات القلب، راح نعيدها لما نحكي عن الأدوية اللي بتعالج الهارت فيلر، الفشل عضلة القلب. أيضا راح تتكرر معنا لما نحكي عن الأدوية اللي بتعالج الخوف والقلق، راح تتكرر معنا ممكن لما نحكي عن الأدوية اللي بتسوي management of the hyperthyroidism. فأدوية اليوم جدا مهمة، يعني إذا ما قدرتوا تحفظوها بهذا الكورس حياتكم العملية راح تجبركم بسبب الممارسة، راح تجبركم إنكم تحفظوا هذول الأدوية وتفهموهم. الأدوية اليوم هم adrenergic antagonists. Adrenergic antagonists، أتوقع إنه الآن إحنا أصبحنا familiar بالعنوان. شو هو العنوان ومن وين إجا العنوان؟ Adrenergic نسبة هي صفة، إشي له علاقة بالأدرينالين. Antagonists هم الأدوية اللي بيرتبطوا على الأدرينيرجيك ريسبتور، بما أنهم أنتاغونيست ما إلهم بيولوجيكال ريسبونس، لكن بيمنعوا من ارتباط الأدرينالينز على الأدرينيرجيك ريسبتورز. فدول الأدوية اللي هم الأدرينيرجيك أنتاغونيست يمنعوا من ارتباط الأدرينالينز الموجودة في أجسامنا، بيمنعوا من ارتباطهم على الأدرينيرجيك ريسبتورز اللي هم الألفا والبيتا ريسبتورز. تمام، هلا
الأدرينالينز الموجودة في أجسامنا تعتبر أغونيست، والأدرينالينز لما بيزيدوا بتزود الأمراض الكاردوفاسكولار سيستم. الأدرينالينز سواء إبنفرين أو نور إبنفرين لما بيزيدوا داخل أجسامنا بيرتفع عند الضغط، بيرتفع عند السيستوليك بلد بريشر، بيرتفع عندي بيزيد عندي الكارديك كونتراكتيليتي، بصير عندي تاكيكارديا. عشان هيك بصير المريض عنده هايبرتنشن، عشان هيك ممكن يصير عند المريض كارديك أريثميا. كمان لما الأدرينالينز لما بيرتفعوا في الجسم راح تزود الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت، فالمريض اللي في عنده ذبحة صدرية راح يعاني من هاي زيادة الكونتراكتيليتي، لأنه المريض اللي في عنده أنجينا ما بده يزود الديماند على عضلة، ما بده يزود الديماند للعضلة القلب على الأكسجين. زيادة الكونتراكتيليتي لعضلة القلب راح تطلب من عضلة، راح يضطر عضلة القلب إنها تطلب أكسجين أكثر، لأنه زيادة الكونتراكتيليتي تحتاج إلى أكسجين أكثر. لكن للأسف في الأنجينا من خلال معلوماتنا السابقة بالفيسيولوجي أو باثوفيسيولوجي، أتوقع في الباثوفيسيولوجي، إنه مرض الأنجينا هو عبارة عن مرض في الشريان التاجي. هذا المرض في الشريان التاجي بيحكي لك هو عبارة عن سبازم، عبارة عن أثيروسكليروسيس في in the coronary artery، فبالتالي رح يقل من تروية الدم على عضلة القلب. لما بيقل من تروية عضلة القلب بالدم المحمل بالأكسجين، ساعتها لما بتزداد الكونتراكتيليتي بسبب الأدرينالينز معناته عضلة القلب بدها أكسجين أكتر، لكن للأسف عضلة القلب ما عم تحصل على الأكسجين بسبب في تضيق في الشريان التاجي. فعشان هيك الأدرينالينز زيادتها في الجسم ممرضة، بتزيد مشكلة الأنجينا بكتورس، بتزيد من الأريثمية، بتزود البلد بريشر. عشان هيك هدول الأدوية اللي بنحكي عنهم بيلعبوا دور كبير في علاج الكاردوفاسكولار ديزيزز. بيعالجوا الكاردوفاسكولار ديزيزز من خلال إنهم بيقللوا من تأثير الأدرينالينز على الكاردوفاسكولار سيستم وعلى أجسامنا بشكل عام. تمام. هلأ صح، إحنا في أجسامنا في عندنا ألفا وبيتا بلاكرز، ألفا وبيتا ريسيبتورز اللي اتفقنا إنهم هم أدرينيرجيك ريسيبتورز. مين هم الأدرينيرجيك ريسيبتورز؟ حكيتهم قبل شوي، بعيدهم. الأدرينيرجيك ريسيبتورز هم الألفا والبيتا ريسيبتورز. ألفا 1 بشكل أساسي اللي موجودين بالبلود فيزلز، وبيتا 1 وبيتا 2. بيتا 1 موجود في عضلة القلب، بيتا 1 موجود في الكلى الكدني، بيتا 2 موجودة في الرئة، بيتا 2 موجود بالأوعية الدموية اللي بتغذي الاكسترنال أورغنز. هدول هم. تتذكر بالمحاضرة الماضية حكينا إنه الإبنفرين، النور إبنفرين، دوبامين، أوكسيميتازولين، هدول أدوية مروا معانا بيختلفوا عن بعض من حيث السيلكتيفيتي، من حيث الانتقائية، من حيث ارتباطهم على الأدرينيرجيك ريسيبتورز. هدول مين حنا حكينا عنهم بالمحاضرة الماضية؟ هم الأدرينيرجيك أغونيست، حكينا عنهم بالمحاضرة الماضية، السيمباثوميميك. بمحاضرة اليوم السيمباثوليتيك أدرينيرجيك أنتاغونيست أيضا بيختلفوا من حيث السيلكتيفيتي، من حيث الانتقائية، إلى أدوية سيلكتيف ترتبط فقط على ألفا أدرينيرجيك ريسبتور. في عندي أدوية هم عبارة عن أنتاغونيست بيرتبطوا فقط على الألفا ريسبتور، بيرتبطوا على الألفا ريسبتور بما أنهم أنتاغونيست بيسووا بلوك للألفا ريسبتور. بالذات أنا عم بحكي عن ألفا 1 ريسبتور اللي موجود في البلود فيزلز اللي بيغذي الانترنال أورغنز. لما بيسووا البلوك بيمنعوا من الأدرينالينز اللي هم الإبنفرين أدرينالين والنور إبنفرين نور أدرينالين إنهم يرتبطوا على الألفا 1 ريسبتور بشكل سيلكتيفلي. يعني أنا لما بعطيهم للمريض هدول الأدوية رح أحكي عنهم بيرتبطوا على الألفا 1 ريسبتور فقط، وما برتبطوا على البيتا 1 ولا برتبطوا على البيتا 2. في أدوية أوكي نحكي شوي عن أسمائهم بعدين نحكي لو عطيناهم للمريض شو راح يصير. هلأ الأدوية شوفوا قاعدة، هلأ هدول أسماء، أسماء أدوية من نفس العيلة. أنا عارف أنه صعب بس عشان أريحكم بالامتحان،
احفظوا المقطع الأخير من الاسم، يعني هذا المقطع الأخير من الألفا بلاكرز. الألفا بلاكرز أو سيلكتيف ألفا بلاكرز هم الأدوية اللي بيرتبطوا بشكل انتقائي على ألفا ريسبتور وما بيرتبطوا على بيتا ريسبتورز. تلاحظوا شوف الأسماء بتحكيهم على السريع: إبرازوسين، تيرازوسين، دوكسازوسين، ألفوزوسين. في عامل مشترك فيهم هون، السين هاي مش ضابطة مع تامسولوزين، بس anyway فيها السين. فزوسين تسمع دواء زوسين زوس، بنتهي بي زوسين زوسين زوسين. هذا الدواء هو عبارة عن ألفا أنتاغونيست، سيلكتيف ألفا أنتاغونيست. لما أنا بعطيه للمريض فهو بيروح بشكل انتقائي، بيروح بيرتبط على الألفا 1 ريسبتور اللي موجودة في البلاد فيزلز. طيب إجاني مريض أعطيته واحد من هدول الأدوية اللي بنتهوا بيزوسين اللي هم عبارة عن سيلكتيف ألفا 1 أنتاغونيست، شو راح يصير عند المريض؟ أعطيت المريض دوكسازوسين، هذا موجود مثلا أنا شفته دوكسازوسين، هذا لما بنعطيه الدوكسازوسين دخل في جسمه، الدوكسازوسين دخل في الدم تبعه، الدوكسازوسين صار يدور، صار له ديستريبيوشن. بعد الديستريبيوشن شو خاصية الديستريبيوشن؟ بسبب الديستريبيوشن دوكسازوسين عم بدور على التارجت تبعه. وينك يا تارجتي؟ وينك يا تارجتي؟ تارجتي هو التارجت تبع الدوكسازوسين هو ألفا 1 ريسبتور، راح يروح الدوكسازوسين يرتبط بألفا 1 ريسبتور. الدوكسازوسين عبارة عن أنتاغونيست، يعني لما بيرتبط به الألفا 1 ريسبتور، خلينا نرسمها، لما بيرتبط به الألفا 1 ريسبتور، هاي تخيلوا ان هذا ألفا 1 ريسبتور، لما بيرتبط الدوكسازوسين، خلينا نحكي الدوكسازوسين بألفا 1 ريسبتور ارتبط فيه، راح يسوي له بلوك، بلوك. وهذا هو مبدا الانتاغونيست، يسوي له بلوك. هذا الف، هذا ألفا 1، هذا نحكي عنه دوكسازوسين، لما بسوي له بلوك راح يمنع من ارتباط الادرينالينز. الادرينالينز راح ما راح يقدروا، ها ما راح يقدروا انهم يرتبطوا. طيب شو راح ينتج عندي؟ شو راح يصير عندي؟ انا ناسي، واذا ناسي افكرك، ارتباط الادرينالينز بالفا 1 ريسبتور شو بيسوي؟ الادرينالينز لما بيرتبطوا بالفا 1 ريسبتور اللي موجودين بالأوعية الدموية بالإنترنال، اللي بيغذوا الإنترنال أورغانز، الأدرينالينز بيرفعوا الضغط. ليش؟ بسبب لما بيرتبط الإبينفرين والنور إبينفرين على الألفا 1 ريسبتور راح يصير عندي فازو كونستريكشن. هذا الفازو كونستريكشن راح يزود عندي البريفرال ريسيستنس، فبالتالي راح يصير في عندي زيادة في الضغط، راح يزيد عندي سيستوليك بلود بريشر بشكل أساسي. تمام، لما الدوكسازوسين بيرتبط على الألفا 1 ريسبتور وبيمنع من ارتباط الأدرينالينز، يعني الدوكسازوسين أو هاي العائلة الزوسين اللي هم سيلكتيف ألفا 1 أنتاغونيست رح يمنعوا من زيادة الضغط اللي سببها زيادة في الأدرينالينز. فبالتالي هاي الأدوية أنا لما بعطيها للمريض بلاحظ إنه الضغط تبعه نزل، حلو، بلاحظ السيستوليك وإلى حد ما الدايستوليك نزلوا عند المريض. عشان هيك هالأدوية السيلكتيف ألفا 1 بلوكرز أو أنتاغونيست نفس الإشي، هدول الأدوية نستخدمهم بشكل علاجي، بشكل أساسي في علاج الضغط، في علاج الهايبرتينشن. ليش؟ لأن المريض الهايبرتينشن بيشتكي من زيادة في الضغط تبعه. أحد مسببات زيادة الضغط عند المريض هم ارتفاع كمية الأدرينالينز. كيف الأدرينالين زود الضغط؟ إنه الأدرينالينز ارتبطوا بالألفا 1 ريسبتور، فبالتالي رفعوا لي السيستوليك بلد بريشر بشكل أساسي. هدول الأدوية بيمنعوا ارتباط الأدرينالينز بالألفا 1 ريسبتور، فبالتالي بيمنعوا من زيادة في الضغط. فهدول الأدوية بشكل أساسي نستخدمهم في علاج الضغط. حلو، في كمان شغلة من الكلينيكال يوزز لهم قبل ما أنتقل لمضاعفاتهم.
الناس المرضى الذكور بيكون بعض الذكور بالذات لما بتقدموا في العمر بعد سن 60 بالذات بتزيد هاي النسبة، بعد سن 70 بتزيد نسبة هو تضخم البروستات. تضخم إيش؟ البروستات عندهم. الآن البروستات إذا بدنا نتخيل شكله، أوكي طبعاً هم بيحكوا لكم إنه هاي الأدوية أيضاً بتريح المريض اللي في عنده تضخم في البروستات، أوكي؟ هذا خلينا نشوف من خلال الأناتومي تبعتنا. هاي البلدر، البروستات بيكون تحت، تحت البلدر، فبالتالي شو بصير هون؟ البلدر فيها، أوكي هاي البلدر وهاي البروستات، أوكي معلش هاي البروستات هون وهاي تكون تحت البلدر، وهذا هو البلدر عبارة عن بالونة. فهلا دول الناس بيشتكوا من تضخم البروستات، أوكي جميل جدا. الناس هدول لما بيصير في عندهم تجمع في اليورين هون، هذا التجمع في اليورين يؤدي إلى تجمع في اليورين، فلأنه البلدر عم بيضغط على البروستات فبالتالي رح يحس بوجع. هاد وجع من ضمن الأدوية اللي بتريح المريض اللي فيه عنده تضخم في البروستات هي الأدوية التي تفضي البلدر. كيف تفضي البلدر؟ البلدر شو مكوناته؟ يورين. فهاي الأدوية كالتالي، هاي الأدوية بتزود من اليورينيشن فلو، فبتزود من اليورين فلو. لما بزيد اليورين فلو معناته رح تقلل من الضغط بين البلدر وبين البروستات، فبالتالي المريض رح يخف شعوره في الوجع. حلو. من ضمن هاي الأدوية هم الألفا 1 بلاكرز. بحكي لكم في ألفا 1 ريسبتور موجود على البلدر. بحكي لكم لما هاي الأدوية لما بترتبط بالألفا 1 ألفا 1 ريسبتور وتسوي له بلوكينج، لما بصير في عندي بلوكينج للألفا 1 ريسبتور يلي موجودة في البلدر، هذا رح يؤدي إلى زيادة اليورين فلو. زيادة اليورين فلو تؤدي معناته إنه البلدر ما رح يضغط على البروستات، فبالتالي رح يقل عندي الوجع، رح يقل عند الضغط بين البلدر وبين البروستات فرح يقل عندي الوجع. حلو. فبالتالي هلأ الآن رح يمر معانا كتير أدوية بتعالج الضغط. ألفا بلاكرز، بيتا بلاكرز، كالسيوم تشانل بلاكرز، الأدوية بتشتغل على الرينين أنجيوتنسين ألدوستيرون سيستم، في أدوية كتير، أو البازو دايليترز. كل مجموعة من الأدوية إلها خاصية، فبالتالي في كل مجموعة من الأدوية ممكن تكون هم الخيار الأمثل في علاج بعض الحالات المرضية. الألفا بلاكرز هم الأفضل، هم الفيرست تشويز، هم الخيار الأول في علاج المرضى اللي بيشتكوا من ضغط، ضغط عندهم ضغط وعندهم كمان ارتفاع أو عندهم كمان تضخم في البروستاتا. طبعا بناين بروستاتيك هايبربليجيا، بناين يعني تضخم حميد، تضخم قليل. إذا إجانا مريض عنده هدول الاثنين، عنده هايبرتنشن وعنده تضخم في البروستات، أفضل الدواء اللي بيضرب عصفورين بحجر هم الألفا بلاكرز. الألفا بلاكرز بيروح بيرتبطوا على الألفا 1 ريسبتور اللي موجودة في على البلد فيزلز، بسوي بلوكينج للألفا 1 ريسبتور الموجودة على البلد فيزلز، فبالتالي راح يقللوا من الضغط، عشان هيك بيعالجوا الهايبرتنشن. الألفا 1 أو الألفا ريسبتور بلوكرز راح يروح يرتبطوا على الألفا 1 ريسبتور اللي موجودة فيه على البلدر. ارتباطهم على الألفا 1 ريسبتور الموجودة على البلدر راح يزود من اليورين فلو، فبالتالي راح يقللوا من تجمع البول داخل البلدر، فبالتالي راح يقللوا من الضغط بين البلدر وبين البروستات، فبالتالي راح يحسنوا من ال، خلينا نحكي هم طبعا هم مش علاجيين قد ما انهم هم بيقللوا السيمتومز تبعت البناين بروستاتيك هايبربليجيا، بالذات الضغط هذا الذي يؤدي الى الالم. تمام، هذول هم اهم استخدامين لهم في علاج الهايبرتنشن، وايضا في ان ذا مانجمنت اوف ذا سيمتومز، مانجمنت اوف ذا سيمتومز اوف ذا بناين بروستاتيك هايبربليجيا. طب شو مدار
أو شو المضاعفات الجانبية للمريض يلي بياخد سيلكتيف ألفا بلوكرز، سيلكتيف ألفا 1 أنتاغونست، أو هي نفسها أنتاغونست نفسهم البلوكرز. بحكي لكم في عندي ثلاثة 3 ميجر سايد إفكتس للمريض يلي بياخد هاي الأدوية يلي هم سيلكتيف ألفا 1 أنتاغونست. أول إشي بحكي لكم المريض بصير في عنده أورثوستاتيك أو بوستيرال هايبوتنشن. أورثوستاتيك أو بوستيرال هايبوتنشن، شو هي أورثوستاتيك هايبوتنشن؟ شو هي البوستيرال هايبوتنشن؟ هي كل واحد أتوقع بسمعني بما فيهم أنا صارت معانا أورثوستاتيك هايبوتنشن بالوضع الطبيعي. البوستيرال أو أورثوستاتيك هايبوتنشن هي إنه أنا بكون متمدد على التخت، فجأة الجرس عم برن، فبكل نشاط وحيوية وقمت أنا من الفرشة بشكل سريع، ولما قمت حسيت حالي دايخ، من كتر ما أنا دخت رجعت على التخت مرة تانية. شو اللي صار عندي؟ لما أنا بكون نايم، أنا بحكي لكم شو الأورثوستاتيك هايبوتنشن، وأنا نايم الدم عم بيروح على الدماغ بشكل طبيعي، ما في مشكلة. البلد بتكون هي عبارة عن فازودايليتد، لأنه فبتروح على البلد، بتروح على الدم بشكل طبيعي. لما أنا بقوم بشكل فجائي في عندي الجاذبية الأرضية الجرافيتي، هاي الجرافيتي راح تعيق من إنه الدم يروح على الدماغ. هلأ بالوضع الطبيعي أنا هلأ أنا بحكي معاكم في دم بيروح على الدماغ، مين بيخلي الدم يروح على الدماغ؟ هي الفازو كونستريكشن اوف ذا بلاد فيزلز يلي بتودي الدم على السنترال نيرفس سيستم. طيب لما المريض يكون ماخذ، شوف انتوا هلا بالوضع الطبيعي انتوا ليش في دم بيروح على السنترال نيرفس سيستم؟ بسبب انه في عندي فازو كونستريكشن اوف ذا بلاد فيزلز يلي بيغذوا السنترال نيرفس سيستم. لما انا بكون ماخذ الفا 1 انتاغونست، لما بكون نايم واقوم بشكل فجائي، اوكي، الجسم تبعنا بده يسوي بازو كونستريكشن علشان يطلع الدم. على فكره البازو كونستريكشن انا بشبهها بواحد فينا بده يسقي الزرع، عنده بربيش وبده يسقي زرع، فالبربيش قصير والزرعه بعيده، فشو بيسوي؟ علشان المي توصل للزرعه بيروح بيضغط على البربيش، لما بيضغط على البربيش المي بتوصل على المي بتوصل للزرعة، يعني ما بضغط على البربيش بيزيد عندي البرشر، فبيزيد عندي الفلو اوف ذا ووتر، فبتوصل للنبتة او الزرعة. نفس الاشي لما انا بقوم في قوة كيف بخلي مين، شو هي القوة اللي بتحرك الدم عكس الجاذبية؟ هي كالتالي، هي الفازو كونستريكشن اوف ذا بلاد فيزلز. هلا في إشي، هاي الأدوية بتمنع البازو كونستريكشن، ليش؟ لأنه هاي الأدوية بترتبط على الألفا 1 ريسبتور، فبالتالي ما بتسوي بازو كونستريكشن، بتسوي بازو دايليشن. فعشان هيك المريض اللي بياخد هاي الأدوية بيشتكي إنه لما بيقوم بشكل سريع بصير عنده أورثوستاتيك هايبوتنشن. كيف بشعرها؟ أنا بحكيك لما أنا بقوم عم بدوخ فبرجع بدي. هلأ لما بيقوم داخ، ليش داخ؟ داخ بسبب في قلة في تربية الدم على الدماغ. ايوه، هاي هي، لانه البلد فيزلز ساعتها فازو دايليتد، هاي هي اورثوستاتيك هايبوتنشن. فاول سايد افكتس لهي الادويه هي اورثوستاتيك او بوستيرال هايبوتنشن. السايد افكتس الثاني اللي بيصير عند المريض هي النيزل كونجيشن. نيزل كونجيشن، شو معنى نيزل كونجيشن؟ نيزل يعني انفي، كونجيشن احتقان في الانف. هالادويه بتؤدي الى زياده احتقان في الانف، ليش؟ حكينا عنها بالمحاضره الماضيه. هلأ الاحتقان في الأنف هو عبارة بلغة بتعريف الباثوفيسيولوجي، النيزل كونجيشن هو عبارة عن vasodilation of the blood vessels اللي بتغذي النيزل كافيتي. وهيك الواحد لما بيكون خشمه مسكر، إذا بتخيل إذا فتح دخل جوات خشمه رح يشوف إنه the blood vessels are vasodilated. فعشان هيك احنا حكينا بالمحاضرة الماضية شو بنعطي؟ بنعطي للمريض هاي البخاخات او الحبوب فيها افيدرين اللي هي بترتبط على الفا 1 ريسبتور از اجونست، حكيناها في المحاضرة الماضية، فبتشيل الاحتقان.
طب هاي الأدوية البرازوسين تنتهي بزوسين، لما نعطيها للمريض نلاحظ أنه بيشتكي باحتقان في أنفه. ليش باحتقان في أنفه؟ لأنه هاي الأدوية ارتبطت على الألفا 1 ريسبتور اللي موجود على البلد فيزلز اللي بيغذوا النازل كافيتي، بس لما سووا لها بلوكينج هذا ادى الى فازو دايليشن، هذا الفازو دايليشن ادى الى نيزل كونجيشن، فهذا السايد افكتس الثاني اللي انا ما بدي اياه، سايد افكتس يعني اثار جانبي انا ما بدي اياها. مريض بياخذ دواء عشان يعالج الضغط صار عنده اورثوستاتيك هايبوتنشن ما بده اياه، مريض اخذ الدواء علشان يعالج الضغط صار عنده احتقان في الانف، بحكيك انا ما بدي احتقان في الانف، عشان هيك سميناها اثار جانبيه. الشيء الثالث اللي بيصير عند المريض ريفلكس، ريفلكس يعني ردة فعل جسم، تاكيكارديا. المريض اللي بياخذ هاي الادويه بتصير عنده ريفلكس تاكيكارديا. ليش بتصير عنده ريفلكس تاكيكارديا؟ زي ما حكينا بالمحاضره الماضيه في قانون بدنا نطلع منه نحفظه، اي دواء بياثر على البلد فيزلز فقط وما بياثر على الدم، ما بياثر على القلب، اي دواء بياثر على البلد فيزلز وما بياثر على القلب، خذوها قاعدة، القلب راح يسوي ردة فعل معاكسة لتأثير الدواء على الضغط. شو معنى هذا الحكي؟ تذكروا في المحاضرة الماضية حكيت لكم إن النور إبينفرين بيشتغل فقط على الألفا 1 ريسبتور اللي موجودة في البلد فيزلز. النور إبينفرين بيشتغل على الألفا 1 ريسبتور كأجونست في الموجودة في البلد فيزلز، فالنور إبينفرين بعد ما برتبط على الالفا 1 ريسبتور راح يسوي فازو كونستريكشن، هذا الفازو كونستريكشن راح يرفع الضغط. في عندنا هون بالبلود فيزلز بارو ريسبتورز، هذول البارو ريسبتورز راح ينقلوا معلومات للسنترال نيرفس سيستم، يحكوا لي يا سنترال نيرفس سيستم انتبه الضغط عندك زاد، اتصرف اعمل لك شيء. السنترال نيرفس سيستم راح يعطي اوامر للقلب انه اتصرفي، زود الكونتراكتيليتي، زود الكارديك اوتبوت. عفوا لما كنا نحكي عن النور ابينفرين زود الضغط المحاضره ما زود الضغط، معناته كالتالي المحاضره الماضيه حكينا الناس اللي بتاخذ النور ابينفرين راح يشتكوا من ريفلكس برادكارديا. ليش ريفلكس برادكارديا؟ لانه سنترال نيرفس سيستم راح يعطي اوامر لعضله القلب انها تقلل من الكونتراكتيليتي الفورس والريت عشان تقلل الكارديك اوتبوت، فبالتالي تحاول انها تقلل من الضغط اللي زاد بسبب تاثير النور ابينفرين على الالفا 1 ريسبتور. هون هالادويه البرازوسين شو راح تسوي؟ راح تسوي بلوك للارتباط اوف ذا نور إبينفرين والإبينفرين على الألفا 1 ريسبتور. هذا راح يؤدي لشو؟ لفازو دايليشن يعني راح يؤدي إلى decrease in the blood pressure. decrease in the blood pressure في عندي هون بارو ريسبتورز، هدول البارو ريسبتورز راح يعطوا معلومات للسنترال نيرفس سيستم، يا سنترال نيرفس سيستم انتبه دير بالك الضغط عندك نزل كتير تصرف. السنترال نيرفس سيستم كالتالي راح يعطي اوامر لعضله القلب، يا قلب زودي من الكونتراكتيليتي. ليش؟ اذا زودتي من الكونتراكتيليتي راح تزودي من الكارديك اوتبوت، فبالتالي المريض اللي بياخذ البرازوسين الفوزوسين تيرازوسين هدول المرضى راح يشتكوا من ريفلكس تاكيكارديا. هل تعتقدوا من العقلانية مريض بيشتكي من أريثمية وبيشتكي من ضغط؟ إيش معنى أريثمية؟ عدم انتظام طاقات القلب، لكنه بيشتكي من هايبرتنشن. هل أنا بروح بعالج الضغط عنده إني أعطيه هاي الأدوية اللي هي تيرازوسين اللي هي ألفا أنتاغونست على الألفا 1 ريسبتور؟ طبعا الجواب لا. ليش؟ لأنه هاي الأدوية بتسوي ريفلكس تاكيكارديا، بما أنه بتسوي بريفلكس تاكيكارديا والمريض في عنده أريثمية، فهاي الأدوية ممكن أنها تضاعف المشكلة، مشكلة الأريثمية عند هذا المريض. فبالتالي شوف، أنا لما بيجيني المريض ما بعالج المرض مرض واحد لإله، ما بعطيه مرض واحد لإله من غير ما أطلع على بقية الأمراض اللي عنده إياه. جاني مريض مثلا بيشتكي هو بالأصل في عنده مشكلة إنه في عنده بوسترال هايبوتنشن، اروح انا اعطيه هاي عنده بوسترال هايبوتنشن لكن في عنده تضخم في البروستات، هل من العقلانيه اعطيه هاي الادويه اللي هي انتاغونست على الالفا 1 ريسبتور اللي راح تزود عنده البوسترال هايبوتنشن عشان اعالج
البروستاتيك هايبربليجيا طبعا لا. فاهمين؟ في حد عنده سؤال؟ انا بحكي صعب. عفوا في عندك سؤال تفضل. دكتور واضح صوتي؟ صوتك واطي مش سامع شيء. صوتك واطي رنا. دكتور بالنسبة معلش راح اغلبك رنا، ممكن تكتبي لي كتابه؟ تكتبي لي كتابه وانا اول ما بطلع عندي راح اجاوبه. تكتبي لي كتابه من بعد اذنك. طيب على ما رنا تكتب لنا السؤال ننتقل هلا لمجموعه جديده من السيمباثوليتيك دراجز. زي ما حكيت لكم انه السيمباثوليتيك او ادرينرجيك ريسبتور انتاغونست بنقسمهم حسب السلكتيفيتي الى الفا انتاغونست. سلكتيف الفا انتاغونست هي من عائله الزوسين، اوكي حكينا عنهم. هلا بدنا ننتقل للسلكتيف بيتا بلوكرز. هدول السلكتيف بيتا بلوكرز راح يتكرروا معاكم كثير، هدول بالذات السلكتيف بيتا بلوكرز. كمان بدنا نقسمهم، صح في عندي انا بيتا 1 وبيتا 2، بيتا 1 وبيتا 2. في عندي أدوية بترتبط بتسوي بلوكينج على بيتا 1 وبيتا 2، هدول نحكي عنهم non-selective. non-selective يعني غير انتقائيين، بيتا أنتاغونست. وفي عندي أدوية بترتبط فقط على بيتا 1 وما بترتبط على بيتا 2. هدول الأدوية انتقائيين مور سيلكتيف، فبنحكي عنهم سيلكتيف بيتا 1 أنتاغونيست. حلو. اختلاف السيلكتيفيتي أدت إلى اختلاف الاستجابة الدوائية. نبدأ فيهم. نبدأ بمجموعة، خلينا نحكي اللي هم non-selective beta 1 and beta 2 antagonist. هلا خدوها شوف قاعدة عشان نحفظ العائلات. هلا الدواء عادة لما بنحط الأدوية في نفس المجموعة، اوكي بنحاول نسميهم نشبههم بنفس يعني حتى في التسمية تكون متشابهة. شايفين هذا النهاية OLOL أولول. الأدوية اللي تنتهي بأولول زي هون بروبرا نولول، أتي نولول، إز مولول، اللي بينتهي بأول أول، هاي هذول الأدوية هم عبارة عن بيتا بلوكرز. بيتا بلوكرز يعني هذول أدوية بيسووا بلوكينج على أو بيتا أنتاغونست نفس الإشي، بيتا بلوكرز. البروبرانولول، هذا البروبرانولول كتير راح يمر معاكم. هذا البروبرانولول is non-selective على البيتا 1، non-selective بيرتبط بسوي بلوكينج على البيتا 1 وبيسوي كمان بلوكينج على البيتا 2، بيسوي كمان بلوكينج على البيتا 2. إجاني مريض أعطيته البروبرانولول، دخل البروبرانولول. على فكرة البروبرانولول ممكن أعطيه على شكل حبوب، معناته هو البروبرانولول لايبوفيليك فالامتصاص تبعه منيح. دخل البروبرانولول جوات جسم المريض، بعدين راح على الدم صار له ديستريبيوشن. لما البروبرانولول صار له ديستريبيوشن البروبرانولول بصير يدور، يدور على شو؟ بصير يدور على التارجت تبعه على بيتا 1 وبيتا 2. وينك يا بيتا 1؟ بيتا 1 بحكي لكم أنا موجود في القلب وموجود كمان في الكلى، معناته البروبرانولول لما بروح على البيتا 1 ريسبتور اللي موجودة في القلب وسوي لها بلوكينج، يعني لما بنحكي سوي لها بلوكينج يعني بيمنع من ارتباط الأدرينالين الإبنفرين على البيتا 1 اللي موجودة في عضلة القلب.
شو راح يصير عندي؟ أنا ناسي. طب الأدرينالين لما بيرتبط أو الإبينفرين لما بيرتبط على البيتا 1 ريسبتور يلي موجودة في عضلة القلب شو بيسوي؟ الإبينفرين اللي هو الأغونيست لما بيرتبط على البيتا 1 ريسبتور يلي موجودة في عضلة القلب شو راح يسوي؟ راح يزود الكونتراكتيليتي. أنا بحكي عن الإبينفرين. طيب البروبرانولول اللي هو بلوكر اللي هو أنتاغونيست لما بيرتبط على البيتا 1 ريسبتور اللي موجودة على عضلة القلب شو راح يسوي؟ راح يقلل الكونتراكتيليتي. عشان هيك البروبرانولول إله نيجاتيف أيونوتروبيك. نيجاتيف يعني بيقلل الكونتراكتيليتي. وكمان شو بيسوي بالهارت ريت؟ بيقلل الهارت ريت. فشو تأثير البروبرانول؟ بيقلل الهارت ريت وبيقلل الكونتراكتيليتي. بما أنه بيقلل الكونتراكتيليتي فالبروبرانولول بيقلل الكارديك أوتبوت عضلة القلب. بما أنه بيقلل الكارديك أوتبوت فبيقلل البلد بريشر. حلو. غير هيك طب كيف نستفيد من هاي المعلومة؟ بحكي لكم البروبرانولول ممكن نستخدمه في علاج الأرثمية. شو الأرثمية؟ عدم انتظام دقات القلب. لأن المريض اللي عنده أرثمية بتكون عنده الكونتراكتيليتي، بعضهم بيكون عندهم أو معظمهم بيكون الكونتراكتيليتي عندهم كتيرة. وفي نوع من أنواع الأرثمية اللي هو بصير أرثمية بسبب الإكسرسايز، بسبب الرياضة. فلما بيعطوه البروبرانولول أو أي بيتا بلاكر، على فكرة بحكي أنا على البروبرانولول ينطبق على كل البيتا بلاكرز اللي بيرتبطوا على البيتا 1. اوكي، فلما انا بعطيه البروبرانولول راح يسوي بلوكينج على البيتا 1 للبيتا 1 ريسبتور اللي موجوده في عضله القلب، فراح يقلل الكونتراكتيليتي. عشان هيك البروبرانولول بستخدمه في علاج الضغط لانه بيقلل الكارد اوتبوت فبيقلل الضغط. عشان هيك البروبرانولول بستخدمه في علاج الارثميا، عدم انتظام دقات القلب. حلو. عشان هيك البروبرانولول بستخدمه في علاج الأنجينا، ذبحة الصدرية. ليش؟ المريض عنده ذبحة صدرية كل ما زادت الكونتراكتيليتي راح يزيد الديماند على الأكسجين فراح يتوجع. عشان هيك لما أنا بعطي البروبرانولول لمريض في عنده أنجينا بيكتورس راح يقلل الكونتراكتيليتي. فإذا قل عنده الكونتراكتيليتي راح يقل الديماند على عضلة القلب، ديماند عضلة القلب على الأكسجين. فعشان هيك البروبرانولول يستخدم in the management of angina pectoris. حلوة، هذا عم بيفسر أشياء كتير. وينك يا موجود بيتا 1؟ بيتا 1 كمان موجود في الكلى، في الكدني. لما بيرتبط البروبرانولول على البيتا 1 ريسبتور اللي موجودة في الكلى رح يمنع من شو؟ يمنع من الاكتيفيشن of the renin angiotensin aldosterone system. حلو. بما انه بيمنع الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم شو راح يصير عند المريض؟ حكينا بالمحاضره الماضيه انه اكتيفيشن اوف رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم باي ادرينالينز يؤدي لزياده الضغط. كيف زياده الضغط؟ حكينا عنها بالمحاضره الماضيه انه الانجيوتنسين 2 اللي بينتج من السيستم تبع رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم راح يروح يرتبط على البلد فيزلز فراح يسوي عندي بازو كونستريكشن. ايضا الالدوستيرون اللي راح يطلع، هذا الالدوستيرون راح يزود من امتصاص الماء وراح يعيده للاوعيه الدمويه فراح يزيد عند المريض الضغط. البروبرانولول لانه بيسوي بلوكينج للبيتا 1 ريسبتور اللي موجوده في الكلى راح يمنع من الاكتيفيشن اوف رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، فبالتالي راح يقلل من الضغط، راح يمنع من تكون الانجيوتنسين 2 فبالتالي راح يصير في عندي بازو دايليشن، وراح يمنع من تكون الالدوستيرون التي تعيد او بتسوي ري ابسوربشن اوف ذا ووتر، فبالتالي راح يمنع ري ابسوربشن، فبالتالي راح يمنع من زياده رجوع الماء الى الدم. حلو. عشان هذا السبب هذا بيؤدي انه البروبرانولول او البيتا بلاكرز بشكل عام نستخدمها في علاج الضغط. حلو. طيب على فكرة اللي أنا سمعت إن أنتم معظمكم خريجين، بما أنه معظمكم خريجين فمعظمكم
بعد ما تاخذ الشهادة إن شاء الله راح تروحوا تقابلوا علشان وظيفة، أو معظمكم راح يتقدم عشان يتزوج، فبيكون خايف في البداية، يعني مش خايف يعني بيكون هيك متوتر. فعلامات التوتر إنك لما بتكون إيدك عم ترجف ودقات قلبك عم بتزيد. الحل عنا شو الحل؟ روح اشتري بروبرانولول عيار 10 ملي جرام وخد لك حبة. لما بتاخد حبة هاي الحبة البروبرانولول راح تقلل من عندك، راح تقلل من دقات القلب عندك، يعني مش راح تموت يعني، لا راح تقللها شوي بدي، فراح تقلل شعور الخوف عندك. على فكرة البروبرانولول بياخدوه اللي بيطلعوا على التلفزيون، بياخدوه اللي بيطلع اللي بدهم يطلعوا يحكوا كلمة قدام الناس، لأنه بيقلل من شعور الخوف. إذا كنت خايف من أي إشي خد لك حبة بروبرانولول 10 ملي جرام، راح ترتاح، راح تبطل تخاف. هذا أحد الأسباب ليش إن البروبرانولول ممكن يستخدم أيضا كأنزيوليتك. أنزيوليتك يعني بيشيل الأنكزايتي، بيشيل الخوف. تمام. في شغلة تانية عن البروبرانولول. البروبرانولول لما بيدخل في الدم، البروبرانول is non-selective، راح يروح يسوي blocking لبيتا 2 ريسبتور. لما بيسوي blocking للبيتا 2 ريسبتور، وينك يا بيتا 2 ريسبتور؟ بيتا 2 ريسبتور موجود في الرئة. حلو. لما البروبرانولول راح يسوي blocking للبيتا 2 ريسبتور يلي موجودة في الرئة، أيوة، شو راح يصير عندي؟ إذا ناسي أفكرك، الأدرينالينز الإبينفرين لما بترتبط على البيتا 2 الأجونست، لما بيرتبط على البيتا 2 ريسبتور الموجودة بالقصبات الهوائية، الإبينفرين بيسوي برونكو دايليشن. معناته البروبرانولول لما بيسوي بلوكينج للبيتا 2 ريسبتور اللي موجودة على البرونكولز، اللي البروبرانولول راح تؤدي إلى برونكو كونستريكشن. هاي المعلومة مش حلوة. ليش؟ لو إجاني مريض عنده ضغط، عنده أرثمية، خايف، لكن عنده ربو أزمة، عنده COPD، عنده أمراض، هاي الأمراض عبارة عن زيادة contractility of the bronchioles، برونكو كونستريكشن. فإذا رحت أعطيته أنا البروبرانولول اللي هو non-selective اللي بيسوي blocking للبيتا 2 ريسبتور، هذا رح يؤدي إنه البروبرانولول رح يزيد من مشكلة الربو، رح يزيد من مشكلة COPD. لهذا السبب it is contraindicated، ممنوع نعطي البيتا بلاكرز، non-selective بيتا بلاكرز اللي بتسوي blocking للبيتا 2 ريسبتور، ممنوع نعطيهم لمريض عنده أزمة. ليش؟ لأنهم بيسووا برونكو كونستريكشن بسبب أنهم بيسووا بلوكينج للبيتا 2 ريسبتور، فبالتالي راح يزودوا من البرونكو كونستريكشن، فراح يزيدوا من الأزمة أتاك، يزيدوا من البروبلم تبعت الربو، يزيدوا من الريسبيريشن بروبلمز. طيب هاي المشكلة في البروبرانولول. ليش؟ لأنه سوى بلوكينج لبيتا 2 ريسبتور. شو كمان؟ البيتا 2 ريسبتور وين موجود؟ البيتا 2 ريسبتور موجودة كمان في البلد فيزلز اللي بتغذي الاكسترنال اورجانز. So what? Blocking of the beta 2 receptors اللي موجودة في الأوعية الدموية اللي بتغذي الاكسترنال اورجانز، شو راح يؤدي؟ إذا ناسي أفكرك، الإبينفرين لما بيرتبط بالبيتا 2 ريسبتورز اللي موجودة في الأوعية الدموية اللي بتغذي الإكسترنال أورغانز، الإبينفرين بيسوي فازو دايليشن. معناته لما نسوي بلوكينج للبيتا 2 ريسبتورز رح يصير عندي فازو كونستريكشن. حلو. فازو كونستريكشن يعني البروبرانولول ممكن يقلل من تروية الأعضاء الخارجية، بس بيقللها شوي، مش لدرجة زي ما حكينا بالمحاضرة الماضية انه بصير في عنده غرغرينة، لا مش لهالدرجة، غنغرين، اوكي احنا بالعربي بنحكي غرغرين، اوكي غنغرين، او مش عارف، او انا بلفظها غلط، المهم بس مش لهالدرجة. اوكي،
فالمريض اللي بياخذ البروبرانولول ممكن يشعر في برود اطرافه بارده. في ناس بيشتكوا في الثلج خاصه الفيميلز، النساء بيشتكوا انه اطرافهم بتكون كتير بارده. اوكي، كانه الاتصال راح. هلا سامعين صوتي؟ سامعين صوتي؟ مسموع دكتور. طيب السلايد، السلايد واضح قدامكم؟ سلايد واضح؟ واضح. طيب تمام. واضح. الناس اللي بيشتكوا من البرد، اوكي، البريدة، بيكون في عندهم كمان ليش بيكون ليش ببردوا الاطراف، ليش بتش الاطراف بتبرد؟ لانه بسبب ترويه الدم على الاطراف بتكون بتكون قليله. البروبرانولول لو اتاخد على الشتاء راح يزود من شعور، راح يزود من شعور البرد، اوكي، لانه بيزود من او بيقلل، خلينا نحكي، او لانه البروبرانولول بيسوي بازو كونستريكشن اوف ذا بلاد فيزلز اللي بتغذي الاكسترنال اورجانز، فبالتالي بيقلل من ترويه الدم على الاطراف، فبالتالي راح يزود من شعور البروده. هاي المعلومه ديروا بالكم، لما بيجينا مريض اعطيته بروبرانولول يمكن يجيكم بحكي لكم انا عم بشعر بالبرد اكثر. ليش؟ لانه اطرافه ما عم بيوصل فيها دم كثير. ليش؟ بسبب انه البروبرانولول سوى فازو كونستريكشنز اوف ذا بلاد فيزلز اللي بتغذي الاكسترنال اورجانز. بحكي لكم البروبرانولول لازم ما نعطيه لمريض عنده راينويد سيندروم. شو هو الراينويد سيندروم؟ موجود في سلايد بعدين. شو هو الراينويد سيندروم؟ الراينويد سيندروم هو سيندروم، هو عبارة عن قلة تروية الدم على الأطراف. هو أصلاً بالأصل عنده راينويد سيندروم، معناته هو أصلاً بتشوفه هيك أصابعه صفر ورجليه صفر. ليش؟ الدم ما عم بيوصلهم بكميات كافية، مش لدرجة مرة تانية الجنجرين، بس هذا هو الراينويد سيندروم. إذا رحت أعطيته البروبرانولول يلي بيسوي بلوكينج للبيتا 2 ريسبتور، فإحنا بنزيد الطين بلة، فإحنا بنمنع أكثر عدم وصول الدم إلى الأطراف. فبالتالي البروبرانولول ممنوع ينعطى لمريض عنده راينويد سيندروم. ليش؟ لأنه البروبرانولول بيسوي بلوكينج لبيتا 2 ريسبتور. بحكي لكم البروبرانولول لأنه بيسوي بلوكينج للبيتا 2 ريسبتور يلي موجودة في البنكرياس، فبالتالي بيقلل البروبرانولول بيقلل من الجلوكاكون. تذكروا هالمعلومة، بيقلل من الجلوكاكون. ذكرنا حكينا بالمحاضرة الماضية إنه الأدرينالينز بيرفع السكر في الدم. بلوكينج أوف ذا بيتا 2 ريسبتور في البنكرياس يؤدي إلى تقليل الجلوكاكون سكريشن. فبالتالي لما بقل الجلوكاجون راح يقل مستوى السكر في الدم. طب هاي معلومة حلوة ولا مش حلوة؟ مش حلوة لناس وحلوة لناس. مش حلوة لمين؟ للناس بتاخد انسولين. ندير بالنا نعطي البروبرانولول للناس اللي عندهم ديابيتك بيشنت. ليش؟ لانه الديابيتك بيشنت بالذات ديابيتس تايب 1، مريض السكري من النوع الاول، بياخد انسولين. أكثر إشي بخوفنا لما بنعطي الإنسولين للمريض إنه يصير عنده هايبوغلايسيميك شوك، إنه ينزل السكر عنده كتير فبدخل في في الكوما، بصير ممكن يصير عنده صرع. عشان إحنا بهيك نكون حريصين جدا لما بنعطي الإنسولين لمريض السكري خاصة من النوع الأول، أو لناس من السكري النوع الثاني أيضا نعطيهم إنسولين. من مضاعفات الإنسولين، نخاف من الإنسولين إنه يسوي لنا هايبوغلايسيميك شوك. تخيل واحد بياخد إنسولين وراح اخذ بروبرانولول، البروبرانولول راح بسوى بلوكينج للبيتا 2 ريسبتور، فبالتالي قلل من انتاج الجلوكاجون، فبالتالي راح يصير عند المريض سيفير هايبوغلايسيميا. علشان هيك الحرص ثم الحرص اعطاء البروبرانولول لمريض بياخذ انسولين. ليش؟ لانه بيزود الريسك اوف هايبوغلايسيميك شوك. لهذا السبب لما بيجينا مريض عنده ديابيتس وعنده هايبرتنشن، عنده مرض في القلب، لا يفضل ان نعطيه البيتا بلاكرز، بالذات البيتا بلاكرز اللي بتسوي بلوكينج للبيتا 2 ريسبتور. ايوه، انتم مش ملاحظين انه السايد افكتس، الاثار الجانبيه، انه بسوي برونكو كونستريكشن، عشان هيك ما بعطيه للازمه، بسوي
vasoconstriction of the blood vessels يلي بتغذي الاكسترنال اورجانز، عشان هيك ما بعطيه لمريض عنده راينويد سيندروم. بقلل السكر في الدم، عشان هيك ما بعطيه لمريض بياخد انسولين. مش ملاحظين انه هاي كل المشاكل هاي تبعت البروبرانولون لانه بيسوي بلوكينج للبيتا 2 ريسبتور، فبالتالي وصلنا لقناعه انه بلوكينج اوف بيتا 2 ريسبتور شيء شيء سيء. ان نسوي بلوكينج لبيتا 2 ريسبتور راح ينتج عند المريض برونكو كونستريكشن، راح ينتج عند المريض فازو كونستريكشن اوف ذا بلاد فيزلز اللي بتغذي الاكسترنال اورجانز، راح يقل السكر في الدم عنده، فبالتالي ممنوع اعطيه لمريض عنده ربو، ممنوع اعطيه لمريض عنده راينويد سيندروم، ممنوع اعطيه لمريض بياخد انسولين. علشان هيك اوكي اشياء اوكي في عشان حكيت في اشياء ما حكيتها، بس عشان هيك الان صار الاتجاه تبعنا ان نروح للسيلكتيف بيتا 1 انتاغونست. ايوه احنا بنفضل بالمستشفيات اذا بدنا نعطي البيتا بلاكرز، اذا بدنا نعطي البيتا بلاكرز نعطي السيلكتيف بيتا 1 انتاغونست. سيلكتيف بيتا 1 انتاغونست زي الاتينولول، بيزوبرولول، حد راح يمر معاكم بس بالمستشفيات، ازمولول اند نيبيفيلول. هدول اتينولول، بيزوبرولول، ازمولول، نيبيفيلول، هدول سيلكتيف على البيتا 1 وما بيرتبطوا على البيتا 2 بالذات بالجرعات اللي نعطيها للمريض. حلوه هاي المعلومه، حلوه كثير. معناته هاي الادويه اقل انها تسوي برونكو كونستريكشن، هاي الأدوية أقل إنها تنزل السكر في الدم، هاي الأدوية أقل إنها تأثر على مريض عنده راينويد سيندروم. لهذا السبب في المستشفيات حتلاحظوا إنه بتفضل تعطوا هاي الأدوية أتينولول، بيزوبرولول، إزمولول، نيبيفولول، هدول الأدوية اللي هم سيلكتيف على البيتا 1 ريسبتور، بتفضلوا إنكم تعطوهم على مين؟ على الأدوية هو البروبرانولول. هل في أدوية ثانية غير البروبرانولول اللي هم نون سيلكتيف بيتا 1 بيتا 2 أنتاغونست؟ بس أنا ما حدخل فيهم كتير لأن بس أشوف بعطيكم الموست كومون دراجز اللي بتشوفوهم أنتوا في المستشفيات. فهذا السبب ليش إحنا بنفضل نستخدم الأتينولول، بيزوبرولول، إزمولول، نيبيفولول، هدول الأدوية اللي هم سيلكتيف. سيلكتيف شوف ليش سموها كارديو سيلكتيف بيتا بلاكرز؟ لأن البيتا 1 وين موجود؟ بالقلب بشكل أساسي، عشان هيك حكينا عنها كارديو سيلكتيف بيتا 1 أنتاغونست. هذا عشان هيك بنفضلهم. وهذا سؤال مهم، يعني سؤال مهم، ليش أنا بفضل أعطي للمريض أتينولول على اني اعطيه بروبرانولول؟ لانه الاتينولول از سيلكتيف على البيتا 1، فبالتالي ما بيرتبط، ما بيسوي لي بلوكينج للبيتا 2 ريسبتور، فبالتالي ما راح يسوي لي المشاكل اللي بيسويها البروبرانولول بسبب البلوكينج اوف ذا بيتا 2. فاحنا وصلنا لقناعه ان ما بدنا نسوي بلوكينج للبيتا 2 ريسبتور. هذا الازمولول له فاست، هذا يعني بدنا نحكي عنه معلومه واحده، ازمولول إلو fast one set of action. عشان هيك بتشوفوه بالطوارئ بتشوفوه على شكل IV، هذا على شكل IV بنعطى في الطوارئ لما بيجينا المريض في عنده hypertensive crisis. مش عارف المعلومة هون، لما بيجينا الأزمولول has a very short half-life، وأيضا مش بس short half-life، إلو very fast one set of action. فبالتالي الأزمولول بتشوفوه بنعطى في الطوارئ على شكل IV. ليش على شكل IV؟ حكينا عنه في أول المحاضرات، لأنه على شكل IV الـ IV روت الدواء بدخل مباشرة على الدم without absorption، فبيكون الدواء له faster one set of action. فالأزمولول هذا حتشوفوه بالطوارئ، هو عبارة عن selective beta 1 antagonist بنعطى في الطوارئ. تمام، نرجع شوي ندردش عن البروبرانولول سايد افكتس، لانه انا صراحه حكيت عن المهمين اهم شيء، بس بدنا ندردش كمان شوي بما انه معنا شويه وقت، لانه بعد هيك بيكون في عندنا سلايد واحد عن او سلايدين عن الكاربيدولول. هلا البروبرانولول له استخدامات ثانيه، انا بس هيك حابب اعطيك معلومات ثانيه. ممكن يستخدم في المايجرين. شو المايجرين؟ علاج الشقيقه. ليش علاج الشقيقه؟ هلا الشقيقة من أحد أسباب الشقيقة، لها كثير أسباب، الشقيقة من الأمراض المعقدة. هلا من أحد أسباب الشقيقة هو زيادة الإكسايتيشن في الدماغ.
أحد مسببات الإكسايتيشن في الدماغ هو زيادة الأدرينالينز في الدماغ اللي بتسوي إكسايتيشن، فبالتالي ممكن تنعطي البروبرانول بحيث أنه يقلل الإكسايتيشن في الدماغ. أو في شغلة ثانية، تفسير ثاني، هلأ إذا قرأتوا أسباب الصداع، معظم الأسباب اللي بتسبب الصداع هو عبارة عن vasodilation of the blood vessels. Vasodilations of the blood vessels. بحكي لكم الأوعية الدموية اللي لحد ما اللي بتغذي بعض المناطق في الدماغ، هاي الأوعية الدموية تحتوي على بيتا 2 ريسبتور. هلا أنا بدي أحكي لكم جانب إيجابي، جانب إيجابي لا blocking of the بيتا 2 ريسبتور. لكن معظم يعني لكن بشكل عام blocking of beta 2 receptor هو إشي مش إيجابي لأنه بتطلع لنا مشاكل كتير. لكن تحكي لكم إيجابية واحدة عن blocking of beta 2 receptor. البروبرانولول لما بيسوي blocking للبيتا 2 receptors في الأوعية الدموية في الدماغ رح يسوي، شو رأيكم، vasoconstriction ولا vasodilation؟ blocking of beta 2 receptor في الأوعية الدموية في الدماغ رح يؤدي إلى vasoconstriction. شو حكيت لكم قبل شوي، معظم مشاكل الصداع هو عبارة عن vasodilation. فبحكي لكم البروبرانولول بيعالج أو بيسبب management، هو مش بيعالج، بيسوي management. في فرق بين cureness وبين management. بيسوي management of the symptoms of the migraine من خلال إنه بيسوي blocking of the beta 2 receptors في blood vessels اللي في الدماغ. أوكي، في hyperthyroidism حكينا في المحاضرة الماضية، المريض في عنده زيادة مفرطة في نشاط الغدة الدرقية، بيكون عنده زيادة activation of the sympathetic system. شو يعني زيادة activation of the sympathetic system؟ يعني الأدرينالينز عندهم عالي. عشان هيك المريض اللي عنده hyperthyroidism بيشتكي من زيادة دقات القلب، زيادة في الضغط، عيونه بتكون جاحظة، هذا بسبب زيادة sympathetic system. علشان نقلل من الأعراض، سوي management of the symptoms of the hyperthyroidism، نروح نعطيه البيتا بلاكرز بشكل عام بما فيهم البروبرانولول. ليش؟ البروبرانولول بيسوي blocking للبيتا receptors، فبالتالي بيقلل من ارتباط الأدرينالينز اللي هم بيكونوا عاليين في المريض اللي فيه عنده hyperthyroidism، فبيقلل من ارتباطهم على البيتا receptors، فبيقللوا من الـ over activation of the sympathetic system في المريض اللي في عنده hyperthyroidism. ديروا بالكم الإفراط في أخذ البيتا بلاكرز، الإفراط يعني واحد بياخذها لفترات طويلة، تؤدي إلى ضعف جنسي، وهذا الضعف الجنسي بيكون centrally يعني لأنه بيروح على الدماغ. طبعا ما بدي ادخل بالتفصيل، فبلعب بي النيورو ترانسميترز اللي في الدماغ، بيأثر على السيرترالين وبيأثر على الدوبامين في الدماغ، فبالتالي هذا يؤدي الى ضعف جنسي. فبدنا ندير بالنا الناس المقبلين على الزواج يديروا بالهم بعدم الافراط في هذه الادويه لانها تؤدي الى الضعف الجنسي. تمام، آخر إشي بدي أحكي عن المحاضرة، بدي أحكي عن دواء اسمه كارفيدولول، وكارفيدولول بشكل أساسي، وكمان في عنده أخ اسمه لابيدولول لكن خاص بمن جايبهم كارفيدولول. هذا الكارفيدولول، في عنده أخ اسمه لابيدولول، بس خلاص أنا يعني راعي إنه مش شرط نحفظ أسماء قد ما نحفظ البرنسبل. إن شاء الله بتطلعوا بالمستشفى لما بتعرفوا إنه دواء من أي عائلة، ساعتها بيصير سهل عليكم ترجعوا للمادة تعرفوا الدواء من أي عائلة، فبتقرأوا عنه، فبيصير سهل عليكم إنكم تتعاملوا مع الدواء وتتعاملوا مع الأعراض اللي تطلع على المريض من بعد ما تعطوه الدواء. الكارفيدولول هذا أنا حطيته لأنه أكتر دواء شفته من موجود في المستشفيات اللي هو non selective كتير لدرجة إنه بيسوي blocking للألفا وللبيتا. هاي شغلة إحنا ما شفناها، لا شفناها بالتزوسين ولا شفناها بعائلة الأولول اللي هما بروبرانولول واتينولول، ما شفناهم هناك. الكارفيدولول بيسوي blocking للألفا ريسبتور وبيسوي blocking للبيتا 1 والبيتا 2 ريسبتورز.
حلو، هاي شغلة مميزة فيه. الكارفيدولول أكتر إشي بتشوفوه بنعطى للناس اللي في عندهم إيش؟ عندهم هارت فيلر. ليش؟ لأنه مريض الهارت فيلر راح ندرس كمان شوي، وأنتوا كمان أوريدي يعني درستوا بالباثوفيسيولوجي. المريض اللي في عنده هارت فيلر بيكون في عنده زيادة مفرطة في إفراز الأدرينالينز اللي هم الإبنفرين والنور إبنفرين. فالإبنفرين والنور إبنفرين بيرتبطوا على الألفا ريسبتور وعلى البيتا ريسبتورز، ألفا والبيتا ريسبتورز. فالمريض اللي في عنده هارت فيلر بيشتكي إنه الأدرينالينز لما بيرتبطوا على الألفا ريسبتورز. أنت مش مطالبين بدي أحكي هلأ لأنه بعد المد راح أحكي عنه بالتفصيل أكثر، لكن أحكي على السريع. لأنه الأدرينالينز لما بيرتبطوا على الألفا ريسبتور راح يسوي عندي فازو كونستريكشن أوف ذا بلود فيزلز، فراح يزودوا من البريلود والأفترلود، فبالتالي راح يزودوا الجهد على عضلة القلب. الأدرينالينز راح يرتبطوا على البيتا 1 ريسبتور الموجود في عضلة القلب، فبالتالي هذا راح يؤدي فيما بعد إلى كارديك ريموديلينج. أنا ما بدي الكارديك ريموديلينج في الهارت فيلر. الأدرينالينز راح يرتبطوا على البيتا 1 ريسبتور الموجودة في الكلى، فهذا راح يؤدي إلى أوفر برودكشن أوف رينين أنجوتينسين ألدوستيرون سيستم، وهذا يؤدي إلى فازو كونستريكشن أوف ذا بلود فيزلز، وهذا يؤدي إلى زيادة البريلود والأفترلود. أنا هذه الشغلة ما بدي إياها. عشان هيك الكارفيدولول مهم جدا، وحتشوفوا أكثر إشي إني بنعطى للمرضى اللي في عندهم هارت فيلر. بما إنه بنعطى للمرضى اللي عندهم هارت فيلر، فبالتالي بيقلل البريلود، بيقلل الأفترلود، وبيقلل من الكارديك ريموديلينج بسبب إنه الأدرينالينز بتسوي هالشغلات السيئة في الهارت فيلر. أوكي، آخر شيء بدي أحكيه بكون هيك أنهيت المحاضرة، إنه شو السايد إفكتس اللي موجودة بالكارفيدولون. بما أن الكارفيدولون، شوفوا بدي أزود معلومات، هاي المعلومة ناقصة هنا. بما أن الكارفيدولون بيسوي بلوكينج أوف ألفا 1 ريسبتور، فراح يسوي عندي أورثوستاتيك هايبوتنشن زي ما حكينا عن الزوسين، وراح يسوي عندي نازل كونجيشن. بنسوي عند بلوكينج للألفا 1 ريسبتور راح يسوي نازل كونجيشن، نازل كونجيشن احتقان بالأنف، وراح يسوي عندي أورثوستاتيك أو بوستشرال أورثوستاتيك هايبوتنشن هايبوستاتيك. هل تعتقدون إنه الكارفيدولول ممكن يسوي ريفلكس تاكيكارديا؟ هل تعتقدون أن الكارفيدولول ممكن يسوي ريفلكس تاكيكارديا؟ حدا ممكن يجاوبني؟ مع نعم دكتور، لأنه في عنا البيتا بلوكس. اكزاكتلي اكزاكتلي، احسنت. ايش اسمك علشان ما بشطر اسمك؟ رامي. سامعك. اسمي رامي. راغب. خلص راغب، ذكرني بعد الامتحان إلك علامة. لك علامة. رامي مش راغب. طيب رامي تكرم، خلص بعد الامتحان ذكرني إلك علامة بونص. شكرا دكتور. عفوا عفوا يا رامي، وذكرني ذكرني الله يبارك. اوكي بس بعد الامتحان. معلش أنا ليش حطيت بونص، ما تزعلوا بقيتكم، لأنه هذا السؤال استنتاج كتير. الآن الكارفيدولول بيسوي بلوكينج، ليش ما بيسوي بوسترال، ليش ما بيسوي عفواً ريفلكس تاكيكارديا؟ لأن الكارفيدولول صحيح بيسوي بلوكينج للألفا 1 ريسبتور موجودة في البلد فيزلز، صحيح إنه البلد براشر راح يقل، أوكي تمام حلو هاي، صحيح انه البارو ريسبتورز راح يعطوا اوامر للسنترال، يعطوا داتا معلومات للسنترال نيرفس سيستم، حيقولوا يا سنترال نيرفس سيستم انتبه الضغط عندك قل اتصرف. صحيح ان السنترال نيرفس سيستم بده يحاول يتصرف، راح يعطي اوامر للقلب، بس القلب مش راح يصل له، مش راح تزداد الكونتراكتيليتي تبعته. ليش؟ لانه الكارفيدولول نفسه راح مسوي بلوكينج للبيتا 1 ريسبتور يلي موجوده في عضله القلب، مسوي لها بلوكينج، فبالتالي لانه مسوي لها بلوكينج فراح يمنع من الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت. فبالتالي الكارفيدولول مع انه بيسوي بلوكينج للالفا 1 ريسبتور بيختلف عن عيت الزوسين انه ما بيسوي ريفلكس
تاكيكارديا. حلو. شو كمان من بعض المضاعفات اللي بنشوفها على الكارفيدولول اثار جانبيه؟ الكارفيدولول بيسوي بلوكينج ايضا للبيتا 2 ريسبتورز، فبالتالي الكارفيدولول ممكن يسوي عندي برونكو كونستريكشن، الكارفيدولول ممكن يقلل من ترويه الدم على الاطراف، الكارفيدولول ممكن انه يقلل السكر في الدم، فبدنا ندير بالنا نعطيهم لمرضى السكري اللي بياخذوا انسولين. فهذا هو الكارفيدولول. هيك انا بكون انا خلصت المحاضره، حبدا بكره بمحاضره جديده. وفي شغله، انا بكره راح تكون المحاضره مسجله، بكره راح تكون المحاضره مسجله لانه في شغله طارئه مضطر اسويها بالليل، طارئه جدا، فمعلش بكره المحاضره راح تكون مسجله بالاضافه لمحاضره الخميس. فبالتالي نشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاربعاء. بكره قرر من هون لبكره قرروا اللي بدكم اياه بالنسبه للامتحان واعطوني الجواب الصافي ان شاء الله. انا هيك انهيت المحاضره.